دي تبقى قصة وفاة العبد لله. ما تقلقوش، في الحقيقة دي قصة لطيفة، وبصراحة أنا مش بطلها. بطلة القصة بنت اسمها رابنزل، وبدايتها نور الشمس. طيب، كان يا مكان في سالف الزمان نقطة نور وقعت من السماء، وبسبب النقطة المنورة دي كبرت وردة ذهبية مدهشة، وكان ليها القدرة على شفاء المريض والجريح. شايفين الست العجوزة دي؟ يستحسن ما تنسوهاش، هتهمنا بعدين. حلو، مرت قرون، وفي مكان قريب من شط البحر نشأت مملكة، وكان بيحكمها ملك وملكة محبوبين. والملكة كانت في أواخر شهور الحمل، لكن صابها المرض جامد قوي، وحالتها اتدهورت، وما كانش في حاجة ممكن تنقذها إلا معجزة. يعني باختصار، قوة الوردة الذهبية. قلتلكوا هتهمنا بعدين. شايفين؟ بدل ما الخير يعم على الكل، الست اللي اسمها الأم جاثل احتكرت قوة الوردة لنفسها واستخدمتها علشان يدوم شبابها لمئات السنين. وكل اللي عملته غنت أغنية مميزة. يا وردة المعي، خلي القوة تبان، يرجع اللي كان، يرجع لي شكلي زمان، شكلي زمان. تمام، انتوا فاهميني، بتغني لها وبترجع شباب عجيبة، صح؟